في فقرة تقول رأيك اليوم زميلنا مبارك الكويك بيسأل الناس ما هي مخاوفك قبل الزواج. خلونا نسمع أبرز الإجابات ونرجع لكم. حياكم الله مشاهدينا في فقرة تقول رأيك. سؤالنا اليوم إيش هي مخاوفك قبل الزواج؟ نسأل متزوجين وغير متزوجين. خلونا من بعض نشوف الزوار اليوم إيش قالوا. إنه يكون يعني إنه ما يكون كمان زين معاي ويحاول يذلني. أوكي. إنه يعني إيوة. هذا لا. لا. كلنا لا. عن إيوة. وكمان يكون إنه يقول لي ممنوع تشتغلين وممنوع تسوين اللي ببالك، أحلامك توقفينها. عشانه. عشانه عشان أطبخ له وزي كذا. إنه أكره. قبل الزواج طبعاً أتكلم يعني الواحد بداية حياته. دائما كان تفكيره بالماديات اكثر، تفكر بالمشاكل اللي راح تصير مستقبلا، بعدها تفكر في موضوع تربيه الاطفال وتامن لهم مستقبلهم. يعني يمكن هذه اكثر اشياء اللي تخليك تخاف بدايه الزواج. عشان نطمن الشباب، عشان نطمن الشباب طبعا اي تجربه لازم تخوضها تكون مستعد لها، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. تيسرت اليوم نقدر نقول الحمد لله. بسم الله. وش دريك اني بتزوج الخميس الجاي؟ والله اي والله. اتمنى لك على خير. شوف انا صراحه من داخل مرتبك زين، بس اسوي نفسي عادي بالحياة. الامور طبيعيه. الامور طبيعيه. ايش في مخاوف؟ والله صراحه يعني التوافق موجود الحمد لله. الحمد لله. والله اشياء كثيره، يعني توافق فكري مادي مستوى علمي، اشياء كثيره صراحه. تيسرت نقول ولا يعني وصل مو مره. صارت الأفكار شوي فيها تباعد. الحاجة الثانية عن الناحية المادية طبعا كل إنسان يمشي على قده وعارف ظروفه، وبين وبينك الأهل المفروض يتدخلون في الموضوع ويسهلون الأمور هذه ويحاولوا يقربون بين الولد والبنت، إيه بين الزوج والزوجة. انها تكون مثلي، لا تعب لا تطبخ ولا تسنع والمناديب طالعه داخله. نعم والله هذا اكثر يعني مخاوف الوقت الحالي. بس الامور الثانيه ان شاء الله انها جاهزه. لا ويعني بصراحه بس بنشوف الكويت تطبخ. لا وبنات الجيل الجديد يعني متطلباتهم الله يهديهم كثيره وكبيره، ودائما عندهم الاستحقاقيه عاليه، فمعذبيننا صراحه. حب الذات. وحب الذات اكيد. ما يتنازلون ولا عندهم تنازل ابدا، وانت واجب عليك تسوي كل شيء، وهم لا هم حقهم، واذا هم بيسوون حاجه بيسوونها متفضلين عليك. رغم احنا بنخلص الفقره ترى الحين بنطلع للمذيعات. ايوه ابد ان شاء الله انهم يتقبلونا بصدر رحب والسلام عليكم. والله ما في مخاوف، يعني كان القدام زي ما يقولون انت اقدم ورب العالمين راح يصل الامور. بس كان في بعض المخاوف اللي هي المصاريف، اللي هي التكاليف الحياة، اللي هي عدم التفاهم، لكن الحمد لله الله وفقني في زوجة الحمد لله موفرت لي كل ما أحتاج. الله يخليكم البعض. الله يسعدك. يعني أنا أشوف المخاوف لكل زمان ومكان. يعني مثلا زمان التسعينات الثمانينات ما قبلها بداية الألفية ممكن أن يكون في مخاوف بين المرأة اللي بتتزوج والرجل اللي بيتزوج. حاليا الوضع تغير، أهداف البنت قدامها وأهداف الولد قدامها، فهم عارفين بالضبط وش يبغون. أنا كذا أشوف الآن يعني حاليا الوقت الحالي. ما عجبك الكلام كذا؟ لا 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 جس بفكر. كلامك صح، بس أنا أتكلم عن المخاوف. يعني أنا بصراحة قاعد أسمع إجابات غريبة، ما أحس أنه الزواج فيه إجابات مخاوف. إجابات سطحية صراحة اللي أنا حسيتها. بصراحة شوفي، أنا ما أشوف أنه الزواج فيه مخاوف أبداً. أخاف أنه خليني أقعد بالبيت وما أكمل دراستي. ليش افتراض شيء من قبل لا يحدث أصلاً بالأساس؟ أنا لو أشوف أنه فيه مخاوف هي فكرة أنه فيه مرحلة انتقالية حمر فيها هي اللي شوي تربكني، لكن ما تخوفني، ما تخليني والله لا أبطل الزواج عشان أنا ما أبغى أغير من حياتي، ما أبغى أمر في مرحلة انتقالية. الزواج شيء جدا رائع، بناء الأسرة والأمة والمجتمع شيء مرة حلو، بس الفكرة هي حسن الاختيار. ونس يكون إنه الواحد عرف يختار صح ما عاد تكون في مخاوف. الاختلاف لابد منه. طبيعي أنا وفلان ما راح نكون على وفاق. أكيد مليون بالمية. طبيعي خلفة الأولاد ما راح تكون سهلة. طبيعي تربية الأولاد ما تكون سهلة. هل تتحول إلى مخاوف تمنعني من الزواج؟ أكيد لا.
واكيد بنوه على شيء مهم كمان، وضع السوشيال ميديا الحياه الزهريه هذه الورديه اكيد ما هي صح، ما هي صحيحه اللي انتم تشوفونه، يعني شيء بسيط مره ما يعادل الوقت اللي هي قاعد تقعده، يمكن بينها وبين زوجها خلافات من السماء للارض، بس ما يوضح هذا في السوشيال ميديا. في الحياه دائما تكافؤ، انت اخذتي واحد وانت واثقه من نفسك وواثقه بقدراتك وواثقه ان شاء الله انك بتكونين ام قادره على تنشئه جيل كويس تنجحين في حياتك. المخاوف ما احس لها مكان خاصة، يعني الزواج مو شيء انه اوف يخوف، لا بالعكس الزواج حلو، الزواج فيه سعادة، فيه راحة، فيه استقرار، فيه امان، فيه تكوين اسرة، فيه تكوين عائلة، فيه اطفال بيصيرون حالك، فبالعكس شيء حلو. انا مع موضوع الاسرة، مع وجود شريك. انا لو اقول مثلا الحين لما ابغى افهم احد صغير عن موضوع الزواج وكذا، وللاسف انه ما بقول في عزوف لكن في تاخر وفي رؤيه مختلفه، واصلا حتى الاهتمامات صارت مختلفه للاسف اودي، يعني دائما اقول ان الانسان زي ما انت قلت يكون مسلح، انا عندي دراستي، عندي شهادتي، عندي فلوسي، انا شخص مستقل، لكن هذا لا يمنع، بالعكس كل ما كنت شخص مستقل كل ما تكون مستعد لدخول شريك في حياتك. صح، جاء ضاف لك شيء حلو اهلا وسهلا، ما ضاف شيء حلو بيطلع من حياتك من غير ما تخسر اي شيء او من غير ما تخسري اي بالفعل. شيء بالفعل. رؤى انت قلتي كلمه جوهريه، اضاف لك الزواج اضافه جميله لحياتك، مو شيء اساسي، هو اضافه حياتك انت بانيتها، وحياه حلوه جميله سعيده، انسانه مستقره نفسيا، مخلصه اهدافك محقتها، الزواج جاء في حياتك اضافه لك، مو انك ترمين كل جهدك وكل حياتك وكل أحلامك وكل تفكيرك على الزواج. تعالي أبغى أسألك هذا السؤال بشكل سطحي، هل في شيء كان يخوفك من الزواج قبل الزواج؟ هل إيش؟ في شيء كان يخوفك من الزواج قبل الزواج؟ أبداً. سؤال سطحي. أبداً. 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 أي. ما عمري حسيت إن الزواج شيء يخوف، بالعكس. ما شلت هم إنه يأخذ من وقتك. أبداً. من أبداً. أبداً. رؤى كان كل تفكيري، ترى أنا خلصت رياض أطفال. أي. كان كل تفكيري إن أنا بجيب طفلين، وإني بجيب ولد وبنت، وإني أنا بشتغل على تربيتهم وفهمتي. عمره ما كان يخوف، بالعكس. أنت رؤى. مخاوف من الزواج؟ شوفي انا كلاسيكيه لحد كبير، يعني ما يعني اوكي لا يغرك انه طلعت التلفزيون كذا، لا 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 مره كلاسيكيه، الرجل رجل والمراه مراه، انه خليه هو يقود المركبه وعلي انا بالمتعه، ما لي علاقه يعني. ف يعني كنت اتمنى وابغى انه الشخص اللي ارتبط به هو اللي يقود المركبه، هو اللي يتحمل المسؤوليه. ايوه رؤى، بس يعني انا احب اني اعتمد على رجل كذا، هذا الرجال. حلو كلامك. أيه؟ بس الزمن هذا ما عاد في شيء اعتمد على شيء. واقعيا الزمن هذا مشاركه، يدين واحده ما تصفق. أيه؟ واقعيا في الظل اللي احنا قاعد نعيشه. أيه؟ من مصاريف، من تكاليف، من كل شيء قاعد حولك، ما ينفع الرجل لحاله. يس، واللي يعني اتكلم انا عن شخصيتي واقعيا، انا بسوي اشياء رجال ما يسووها في هذا الزمن. يعني انا اتكلم وقت الغربه، لانه الغربه فعليا ترى انت ما عندك احد، انت تعتمدي على نفسك وصحصحه وقويه وواعيه. صح. وتعملي اداره ماليه وتعملي تمرضي تروحي تشتغلي كل شيء انت بتسويه، بس هي الفكره ابغى ارتاح. عرفتي فكره اللي ابغى ارتاح؟ ارتاحي في الويكند حبيبتي. ارتاحي في الويكند. لا لا. غير الويكند لا ترتاحي. انا ما احب اقوم بدور الرجل، يعني اذا كنت في يوم من الايام مرتاحه ما عاد تقدرين، ما عاد تقدرين تقولين في ادوار للرجل وفي ادوار للمراه في الزمن. انا صرت اشوف الان ليه الرجل ما يقدر الوضع رؤى لا لا فعليا لا انا ما اتكلم عن ادوار المراه للرجل، انا اتكلم عن ادوار الرجل للمراه. اي المراه قادره انها تقوم بكل اعمال الرجل، تقدر. الرجل ليس قادر صدق فعليا. الرجل مو قادر انه يقوم، يعني التربيه صعبه الرجل يربي، في نماذج انه الرجال لا قوه الا بالله قدروا انهم يربون، بس الاساس في التربيه الرجل، الرجل ما يقدر يحمل ويولد، مستحيل يحمل ويولد. المرأة تقدر تاخذ كل أدوار الرجل، بس الرجل ما يقدر ياخذ كل أدوار المرأة. فعشان كذا أقول لك هذا الزمن اللي احنا قاعدين الآن نعيشه تحدي بالنسبة للمرأة، إنها تكون كل شيء في الحياة، وإنها تكون مستقلة بنفسها، وإنه وجود الرجل في حياتها إضافة جميلة، والزواج مو بعبع ولا هو يخوف، بالعكس الزواج روحوا تزوجوا توكلوا على الله وانبسطوا وعيشوا حياة سعيدة، بالعكس وجود شريك مرة شيء حلو. بالضبط. شريك. صح صح. شريك، شريك مع استقلالية، هذه أحلى معادلة تصير. حترتاحين أنت في حياتك، هو راح يرتاح في حياتك، لأنه ما في هم على الثاني. أي ما في هم ولا شيء على الثاني. بالضبط. عموما أودي يعني شوفي زي ما قلتي، ربما الواحد أحيانا لما تسأليه وهو يكون رايق، فبالتالي يعني يحس أنه الحياة
بهذه الإيجابية. أعرف أنه في كثير من الناس يكونوا جوات دوامة معينة ولا معمعة معينة ويشوفوا أنه الزواج لا ما هو ذاك الشيء اللي كان مثلا مرسوم. صحيح الزواج ما هي حياة وردية، ولكن العزوبية كذلك ليست حياة وردية. كل فترة الإنسان له احتياجات معينة والفطرة لها احتياجات معينة، لكن فكرة الخوف من الشيء مجرد مشاعر وهمية تكبل أقدامنا. في الآخر في ناس الله ما كتب لهم زواج يا أودي كمان. صحيح. لكن هذا مو معناه إذا أنا ما تزوجت معناته أنا فيها نقص. لا طبعا. أو اللي تزوجت وانفصلت يقول إنه أنا فيها نقص. يعني سبحان الله هي الحياة بتكمل. صح. مع اختلاف طبعا الوضع. نطلع فاصل؟ نطلع فاصل. طيب مشاهدينا خلينا نطلع فاصل سريع، من بعد نرجع نكمل باقي الفقرات.